وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يركز البيان القرآني في كثير من الآي على الإرشاد إلى الاستدلال بالآيات القرآنية والدلائل الآفاقية التي كل واحدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين لا يضل من ينتحيه على وجود الله وعظمته جل في علاه. وهذه الآية وما ذكر فيها من محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة من الهدايات القرآنية المنبهة على الهدايات التكوينية الدالة على حكمة الخالق وكمال علمه وقدرته، وتقديم الليل لمراعاة الترتيب الوجودي، إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهور، وتعاقب الليل والنهار واختلافهما في الطول والقصر على وتيرة عجيبة مما تحار في فهمه العقول. فهما آيتان تدلان على أن لهما صانعا حكيما قادرا عليما، وتهديان إلى ما هدى إليه القرآن الكريم من ملة الإسلام والتوحيد.